شيخ، هذا السائل يقول: استأجرت شخص على أن يقوم بسقي مزرعتي بمبلغ معلوم كل شهر، واشترطت عليه إن تخلف يوما واحدا بأنه لا يستحق من الأجرة شيء، فهل يصح هذا الشرط علما بأنه موافق على ذلك؟ هذا شرط فيه شدة. نعم. فإذا تأخر وله عذر، وقد سقى النخل مدة وطرى عليه عذر قهري، فلا يسقط حقه في أجرته. نعم.